إلى بغداد، ومعنا من هناك مراسل زاغروس تي في أحمد فيلي عبر الهاتف. أحمد، مساء الخير عليك، ما لديك اليوم حول جلسة مجلس النواب المفتوحة؟ هل بدأت أم بعد؟ وما الجديد لديك حول هذا الموضوع؟ تفضل. نعم، شكرا لك دلشين. يعني حقيقة الأمر أن اليوم هي الجلسة المفتوحة التي أبقاها السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي منذ جلسة يوم السبت، عندما تم التصويت على عدد الدوائر الانتخابية التي سوف تؤتمن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعددها 83 دائرة انتخابية. وبالتالي قد أبقت جلسة مفتوحة إلى هذا اليوم من أجل استكمال قضية تحديد هذه الدوائر أو شكل هذه الدوائر وتوزيعها على المناطق. حتى هذه اللحظة لم تعقد الجلسة النيابية أو تستأنف، إن صح التعبير، تستأنف الجلسة النيابية المفتوحة التي أبقاها السيد محمد الحلبوسي. وهنالك أيضا ترجيحات بأن يتم تأجيل استئناف الجلسة إلى يوم الخميس المقبل من أجل إعطاء مساحة أكبر للفتن السياسية، وكذلك من أجل نقاشات لتحديد الدوائر الانتخابية باعتبار أو توزيع الدوائر الانتخابية باعتبار أن هنالك خلافات حول هذا الموضوع، بعض الأقضية والنواحي وكذلك توزيع المكونات. يعني كل هذا أيضا تدخل من الحسابات الانتخابية من أجل ضمان عدم هدر الأصوات وكذلك التداخل ما بين المناطق. خصوصا يعني هذا الموضوع هو مهم جدا لبعض الكتل السياسية التي أيضا تراهن على قواعدها الشعبية في تلك المناطق أو في دوائر انتخابية معينة. لذلك يعني اليوم في مجلس النواب نحن أيضا، لكن ننتظر أيضا أما تستأنف الجلسة اليوم. طيب، ربما أيضا يتم نقاش بعض الأمور الأخرى، الورقة الإصلاحية البيضاء التي قدمها السيد رئيس مجلس الوزراء الكاظمي بعد مباحثاته مع الكتل السياسية وبحضور أيضا رئيس مجلس النواب وكذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، والتي أيضا من المنتظر أن تصل إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها واعتمادها مبدئيا من أجل المضي في تطبيق بنود هذه الورقة التي هي تخص أو تختص بالإصلاح الشامل للقطاع الاقتصادي في العراق في جميع المفاصل، وبالتالي ينعكس إيجابا على المجتمع وعلى المواطنين. نعم نعم، من بغداد العاصمة مراسلنا أحمد فيلي، شكرا جزيلا على هذه المعلومات، وستكون لنا عودة.